ازيك يا ولاد؟ صباح الخير، أتمنى إن أنتم تكونوا بخير وصحة وسعادة، وإن شاء الله نتقابل على خير، فك الغمة كده، وربنا بأمر الله إن شاء الله يعديها على خير وصحة وسلام وسعادة بأمر الله إن شاء الله. اتكلمنا عنها واللي هي بتكون في انفاسيس من المفرط. اول حاجات اللي احنا ممكن ان احنا نحاول التركيز عليها بشكل شوية. طيب، اول حاجة بنشوف ايه هي المقصود بالانترنال لينكينج في الدوشيمي. وزي ما احنا شايفين قدامنا كده، هي ديت الانترنال لينكيج او الروابط اللي بتبقى في الاورجانيزيشن او الجامعه او المنظمه، وبيبقى البشيزنج في النص، وبيبقى السبع لينكيجز دول او السبع قنوات دول بيبقوا محاطين او البشيزنج بيربط بينهم. اول حاجه بتبقى عمليه طبعا الاوبريشن، وبعديها طبعا بيكون في الاكونت والفاينانس والماركتنج والسبلايرز والانجينيرنج والليجال والانفيرمنتال سيفتي والكواليتي اشورنس. طيب نيجي نشوف كل واحده من دول ازاي بتتعامل مع، او البرشيزنج بيتعامل مع ازاي من خلال المتطلبات او الريسبروسيتي، العمليه العلاقه بينهم اللي بتربطهم ببعض. طيب الاوبريشنز دي تراديشنال كلوز ريليشن شيب اللي بتحتاج عمليه طريقه سبورت. طيب بنحاول ان بيبقى في عمليه تطوير من عمليه الجلوبال اوبريشن في الاستراتيجيات، وبيبقى ديت بتتطلب منها انها ماست ديفلوب انسايتس، بيبقى في طيب انسايتس في داخله في عمليه الاستراتيجيك بلان من الاورجنايزيشن او عمليه البرشيزنج، على شكل على سبيل المثال يبقى في عمليه توضيبات من حيث او تجميد بالاجهزه اللي هي السوفت وير والسيرفيس والترافل والهوتلز والانفورميشن تكنولوجي وهكذا. طيب السيلز والاوبريشنز ده بيبقى نظام خطه تبقى الاس والامبر ساين بي او، ودي بيبقى من ضمنها عمليه الايدنتيفايز بتبنين مرحلة الليفل أو مستوى البرودكشنز على الشورت تيرم. الشورت تيرم ممكن يبقى 6 مانثس ل 1 يير. دي بتبقى بالظبط الغرض منها إنها انفنتوري أو كاش، بيبقى دايما إنه يعمل طبعا أو متطلبات زي ما احنا دلوقتي في محطة الفيروس ده، وان الدوله بيبقى عندها عمليه الانفنتوري بتاعها او الستوك، او بنشوف السيلز والليبريشن بلان تمنع التصدير، تحاول انها تزود الاستيراد، بيبقى في سياسات، والسياسات دي بتبقى مدعمه بعمليات البلان السوفت وير سيرفيس والترافلز والانفورميشن تكنولوجي وهكذا. طيب نيجي نشوف ثاني حاجه بتبقى الكواليتي اشورنس، ودي بتبقى طبعا الانكريزنج بتاعت داخل فيها عمليه الانكريزنج بتاعت الامبورتنس بتاعت الكواليتي اشورنس. طبعا في عمليه الجوده، مش اي حاجه تخش البلد او تخش الشركه او العكس صحيح. طيب بيبقى داخله فيها عمليه كمان الربط المشروعات بتاعت الشركه او المنظمه بالسبلاير كواليتي تريننج والديفلوبمنت، زي مثلا شركه مثلا لما بتحب انها تستورد او تشتري البن من كولومبيا او من البرازيل او كده، بتروح تفتح لهم هناك عمليه اللي هي الساحات الشعبيه او المدارس او مراكز التدريب على عمليه جمع البن وتغليفه وخصده وعمليه الروستنج تحميصه وعمليه الباكجينج والتغليف بتاعته وهكذا. وتبدا انها تبعت عمليه اللي هم الموظفين
البلاد ديت لعملية إيعاز وتعريفهم بعمليات التريننج وإيه اللي بيتم هناك وهكذا. طيب السبلاي بروسيس كابلتي ستاديز، وده طبعا بتبقى داخلة في عملية الإحاطة بالكابلتيز أو الكومبتنس اللي موجودة على عكس الدراسات وتماشيا مع الدراسات الحديثة. طيب الجوينت كوركتيف اكشن ده بتبقى طبعا عمليه المونيتورنج وعمليه تنفيذ الفيدباك لمرحله الكواليتي اشورنس عشان تقوم بفيدباك. نيجي نشوف تاني حاجه السبلاي مانجمنت والانجينير، ده بيبقى اهم حاجه شويه. ليه؟ بيبقى دايما المكتب بتاعه دايما او الانجينير بيبقى مسؤول عن الباير والديفلوبمنت بتاعت الاوبن كوميونيكيشن. طيب الحاجة إن إحنا نعمل عملية ديفلوب للكواليتي والبرودكتس في أقل وقت ممكن، وده طبعا بيكون وظيفة الإنجينيرنج، وده طبعا بيبقوا دايما إن هما في موضوع كلوزر أوفر تايم في بيراقبوا الموضوع عن صفر، وبقى طبعا زي ما قلنا بيبقى واحد من أهم اللينكيج أو التشالنج لينكيج في المنظمة. ودول بيبقوا طبعا بيساعدوا عمليه الكوميونيكيشن زي ما حضرتك بنتعامل في الاي ليرنينج او كده، بيبقى طبعا داخل في المهندسين بتوع الاي تي وبيحاولوا ان هم يوصلون اقرب لينكيج للطلبه او للسبلاير بتوع الجامعه، سواء من الاوراق او الادفرتايزنج او الاخبار او الندوات التعليميه وهكذا. طيب طبعا ربط المنتج بالبروسيس بخطوات الديفلوبمنت بتاعته بيبقى من اهم الاشياء او اهم الانشطه اللي لازم يجب ان يكون متطورا، من خلال طبعا ريجولار ميتنج وعمليه الريبورت وعمليه التقديم اللي هي مع اللينكيجز اللي بتوظف عمليه التطوير او عمليه التواصل مع الاقسام. طيب بنشوف بعد كده الكوبتنج انجينيرنج دايما بيبقوا وورك مع السبلاي مانجمنت، طبعا اللي هي داخله في عمليه توكن توكن توك ذا ووك لونج سايد انجينيرنج كاونتر بارت، بيبقى طبعا الوسائل اللي هي المحاكاه ب سواء من الكومبيتيتورز او اللي هم البارتنرز بتوع الشركات او الممثلين في السوق، بيبقى طبعا ده جاي من عمليه اللي هو دايركت كوميونيكيشن وان جوينج ومستمر. طيب وبيبقى طبعا الاكسبكتس من الانجينيرنج بيبقى فيه طبعا عمليه اسيسمنت او عمليه تقييم للبرودكشن كابابيلتيز او القدرات الانتاجيه، وده بيتطلب السبلايرز ان هم يخشوا في عمليه الديزاين بروسيس، ما بتاخدش طبعا ان انا بعمل عليهم عمليه الامبوزنج او عمليه ان انا بفرض عليهم حاجه، ده بيكون في نوع اخد عليهم في عمليه البروسيس والبرودكت ديفلوبمنت من حيث الديزاين او من حيث عمليه التسويق بتاعته. وبشجع ان ده لو حد عنده فكره من السبلاير سواء كانت انوفيتيف ايديا او في ريسورس غايب او غير موضح او في تكنولوجيا جديده ممكن انها تكون داخله في عمليه الانتجريشن في عمليه المنتجات. الاكاونتنج والفاينانس طبعا نشوف ماتش من الكوميونيكيشن، ده بيكون طبعا داخل في عمليه في عمليه الديجيتال او الكترونيك، بيبقى طبعا داخل في عمليه الانبوند ماتيريالز او الماتيريالز اللي متوافق عليها الشركة واخدة فيها بتتعامل مع عملية حسابات. طبعا بيبقى في البوينت اوف سيلز او عملية الكونسلتيشن التوفيق مع البوينت اوف سيلز ومن خلال الانفويس والريسيفنج دوكيومنت اللي بتكون موجودة. طبعا بيبقى في عملية ديفلوبمنت تايملي واكيوريت كوست داتا، ان بشوف الموضوع بيبقى ماشي بدقة وبشوف الكوست اناليس او الكوست داتا بتكون بالظبط، وبشوف طبعا ان ده كله بيبقى السبلاي الفاينانس. الماركتنج والسيل ده بيكون صوت الكاستمر او بيبقى طبعا لازم يكون مسموع،
ولازم يكون له عملية اتصال مع الاكونتنج والانجينيرنج، سواء في عملية النيو برودكتس او الايديا. السيلز فوركاست، طبعا التنبؤ بعملية البرودكشن بلان. السيلز فوركاست طبعا بنشوف ان احنا لو بيبقى فيه فوركاست او تنبؤ ان احنا ننتج مليون وحدة او اعداد كبيرة، طبعا بيبقى لها مصحوبة بعملية البرودكت بلانز ازاي هتنتج طبعا، وعملية تسويقها. ونشوف طبعا السبلاي مانجمنت دورها هنا، انها بتشوف عملية سيلكشن في عملية السبلاير، تشوف من هم الحق، وعملية طلب الماتيريالز سواء ان ده بيعمل عملية سبورت الماركتنج والبرودكشن. طيب الليجلز هنا بيبقى طبعا الكونتراكشوال ايشوز، الاشكال اللي هي متطلبة او مسؤولة عن الكونتراكشوال ايشوز، الحاجات المتطلبة بالكونتراكت، سواء الترخيص او حق حقوق اللي هي بتحمي الاونر شيب والنيو تكنولوجي. طبعا الانتلكشوال بروبرتي ايشوز اللي هي حمايه الملكيه الفكريه، والبرودكت ليابيلتي كليمز طبعا لو حد بيخش في عمليه حقيه المنتج او حقوق الحفظ بتاعته. الانتي فايروس ايشوز، الانتي تراست ايشوز لو طبعا في قله ثقة أو عدم ثقة، بنشوف ده بتبقى مكونة في موضوع الليجل كونتراكت. طبعا اللونج تيرم كونتراكت والسكيب كلوز. السكيب كلوز، طيب السكيب كلوز دي ايه؟ طبعا انت بتكتب عقد مع فودافون مثلا، انا مش عايز اقول اسماء، او اي شركة من الشركات المحمول، او اي عقد بتكتبه بتلاقي دايما، او بتكتب مع ريال استيت بتلاقي دايما كل الفوند بتاع العقد بيه 12 الا الفوند بتاع كتابة صغيرة كده، ممكن ما تقدرش انك تقرا حتى بعين مجرده، ولو حصل اي خلل من اشكال الخلل ده يقول لك تعالى انت ماضي ليه، يبقى دي اسكيب كلوز، كلوزز او الفقرات اللي ممكن فيها الشركه انها تهرب من العقد، تقول لك اصلا انت ماضي او كده، توقعك في التراب بتاع الكونتراكت بتاعتك. السبلاي مش كونفورمنس ايشوز اللي هي عدم الوفو بميعاد التسليم او ميعاد الاستلام او ميعاد الانفويس والاخر. الانفيرمنتال مانجمنت، ودي طبعا بنشوف لو المنتج بتاعك بيتضارب مع الاي اس او او الايزون، لو في عمليه الدمبنج وعمليه الهازارد او الويستنج او الترانسبورتيشن، بنشوف انك انت بتكتب انك انت بتتعامل معها ازاي، لو في مخلفات زي مخلفات المستشفيات والمخلفات الطبيه والمتعلقه بالهيجين وهكذا. الهيلث ايشو لو في بيبقى مطالبات تامين للمنتج. السيف ايشوز، وكذلك لو المنتج ده بيبقى لازم له عمليات سيفتي معينه، عدم صرف في الاراضي الزراعيه او عدم الاضرار بالزيوت او عدم استخدام تلوث البيئه على سبيل المثال او على سبيل الحصر. الاكيبيشنال سيفتي والهيلث ادمنستريشن ريجوليشن دي بتكون تالا، لو ده المنتج ده بيتصدر لبلاد ثانيه ولازم يكون متوافق مع الستاندرد او الستاندرز اللي بتوضحها المنظمه مثلا بالهيومن ريسورس. نشوف الكاب الهيومن ريسورس او الهيومن ريسورس انها بتكون قادره انها تعمل عمليه توافق مع البشيزرز او مع الفيوتشرز، بيكون من اهمها طبعا السبلاي ريليشن شيب مانجمنت، بتبقى طبعا بيبقى في نوع من الانتربرينوريال او حمايه المشروعات الصغيره. بيبقى التوتال كوست اناليسيز، بيبقى طبعا مفروض على الماركت سيتويشن. البشيزنج استراتيجي، بتبقى طبعا قادره انها تتوافق مع البشيزنج الصفيات الشرعيه. بيبقى طبعا السبلاير اناليسيز، ما بشوفش اي سبلاير بناخدهم، لا بنبقى تعملهم تقييم وتعديل وتمرين، وبشوف منهم بشوف كوتنج التالنتس، ما بعينش اي حد، لا الناس اللي هي بتبقى سكيل او ترينت بيبول. كومباتيف ماركت اناليسيس، وبشوف ده طبعا بيبقى داخل في مرحله الماركت اناليسيس، وبيبقى تعمل عمليه تقييم. الجينك اكسس للرايت سكيلز والريكواير ساوند هيومن ريسورس، طبعا كل دي بتبقى داخله في عمليه
السكيلز ده بينعكس، لو انا عندي ناس سكيلز ده بينعكس على الهيومن ريسورس استراتيجي، وتبقى طبعا واخده عمليه الساوند او الشغل فيها. طبعا بيبقى من دون الهيومن ريسورس بيبقى انشورنج الكواليفايد ديبارتمنت، بيبقى طبعا ان انا ما باخدش اي حد، بيبقى طبعا الناس او الباتسمان بيبقوا ناس مدربين على اوارنس او على علاقه بعمليه السبلاي تشين ريكويرمنت. تاني حاجه يبقى البروبر اوبريشن ديزاين، وبيتعمل له عمليه الاسسنج والسلكتنج من الاستراكشر والفورمال سيستم كوميونيكيشن. والديفيجن من اللابر مانجر شود قسم اللي هو اللابر مانجرز لازم ان هو يتطلب سيلكتيفلي، ويبقى في كوردينيشن وكنترول واثورتي وريسبونسابيلتي. كل ده بيبقى طبعا داخل في مرحله الديزاين، ما بيبقاش العمليه سايبه كده، لا بيبقى فيه طبعا قسم مديرين الانتاج او مديرين القوه او مديرين اللي هي العماله، بيبقوا دايما بيستخدموا التيم ده بشكل منتقاء او منقطع. الريال تايم ويل شير اي تي كابابيلتيز ده بيكون داخل في مرحله نوعين، المرحله اول واحده اللي هم البرايمري اثنين ابلكيشن بيبقى السبلاي تشين بلاننج والسبلاي تشين. من حيث السبلاي تشين بلاننج بيبقى طبعا فوركاست اكيورتي، التنبؤ بيه طبعا بالدقه، اوبتمايز برودكشن سيجوال ان انا بحسن من عمليه الجدول الانتاج بتاعتي، وبشوف عمليه طبعا الوات كابيتال تكلفه قرارات المال او عمليه راس المال، بحاول احفظها، بحاول انا اعمل عمليه شورت لايف سايكل، لان طبعا تاثر عمليه اللايف سايكل بتاعت المنتج نفسه او عمليه الانتاج. بعمل عمليه تخفيف من عمليه الكونسبتيشن كوست زي ما حضرتك شغال على الاي تي، بنوفر عمليه مواصلات من الجامعه والرجوع، بوفر عمليه الكوست، بوفر عمليه انها طبعا الساعات اللي بنستخدمها حول العمل، وبتوفر وقت الجامعه. كل ده دي حاجات من الحياه العمليه، والامبروف كاستمر سيرفيس اللي انت ممكن تسمع محاضره في اي وقت على سن طلع على سبيل الحظ. فالاي تي طبعا بتوفر الكوست والاكيورسي والبلاننج وهكذا، ده بيبقى في سبلاي تشين. طيب نيجي نشوف السبلاي تشين اكسكيوشن، طبعا نفس العمليات من حيث الشيدولينج والبرودكشن والكوست والاكيورسي. بعمل عمليه طبعا الاوبتيننج ماتيريالز، او زي مثلا استخدام الجي بي اس او اللي هو الجيوغرافيك بوزيشننج سيستم، كلنا طبعا عارفين ان الجي اس بنستخدمه طبعا في الاتوبيسات والعربيات، ويستخدم باستخدام طبعا اليوزنج انترنت سيستم. بعمل عمليه المانجنج فيزيكال فلو اون وايرلس ديفايسز باي سيل زنتر، ان انا بستخدم الاجهزه لعمليه توفير الطلبيات، او ان بعمل ابلكيشن زي طبعا بعض الشركات ما بتعمل عمليه الابلكيشن زي شركه امازون او شركه الاي باي او سوق دوت كوم. طيب الايماجن سبلاي تشين ماجنت تكنولوجيز، بنشوف الجلوبال بوزيشننج سيستم طبعا زي قلنا جي بي اس او الانتر بيز سيستم، والباركود طبعا كلنا عارفين هو الباركود اللي بيستخدم. لا دي ما لهاش دعوه، هي طبعا بيبقى ده زي ما بتبقى في السوبر ماركت على اجهزه البيبسي او الكوكاكولا او الزيت او الشطه، طبعا بيبقى ده في عمليه الوفاضي عمليه الكوست وعمليه الداتا وعمليه ان انا بتنبا ايه اللي موجود على الرف وايه اللي زبون وايه في الانفنتوري او المكان البحري. الريشيو فريكونسي اند ديفيشن ديفايسز، ودي طبعا بتكون من حيث استخدام الديفايس اللي بتبقى في المنظمه، وبتكون لي متوسط عمل الكونسيبت ايه. الوايرلس ديفايسز سواء كان الواتساب او سواء كان الالكترونيك ديفايس اللي موجوده اللي بتوفر عند العماله وبتوفر الكونترول. طيب ليه الميجرمنت، اهميه الميجرمنت عندي في عمليه
بيبقى متهم العوامل اللي بتستغل عملية أو بتكون من انيبلرز في السبلاي تشين مانجمنت، اللي طبعا لأنها بتكون بتوفر عملية الفاكتوري ديسيجن، بيبقى عندي فاكتوري ممكن إن أنا ما بعملش القرار على أي حاجة، بيبقى على الفاكتوري ديسيجن عندي. طبعا بيبقى بعمل عملية الكوميونيكيت في ريكوايرمنت من عبر السبلاي تشين، بعمل عملية تنبؤ، وبعمل عملية في الفيوتشر سبلاي برفورمانس، وبعمل عملية الإمبروف بتاعتهم والتعديل منهم. طبعا بعمل عملية طبعا اللي هو بشوف مين الأحسن أو نازل أو تاني برفورمانس في السبلاير أو سواء الباير أو الكاستمر. بعمل عملية كمان اللينك بالكوين للكريتيكال ميجرز والديزايرز أو الترامبس، إن أنا بشوف مين اللي بيعمل عملية كريتيكال يبقى متوافق معانا من حيث النظر بتاع التكنيك او النور، بشوف ايه هي الاتجاهات او النتائج المحبوبه بالنسبه لنا، بشوف لو الانشيتيف او الحاجات بتاعتي ماشيه على كما معروض لها ولا